يلا يا حبيبي اصحى، الوقت اتأخر. اتولي. صباح الخير. صباح النور. يلا عشان تنزل تروح شغل. لازم اروح الشغل النهارده؟ الوقت اتأخر. الوقت اتأخر؟ لسه بدري. بجد لسه بدري. لا مش لسه بدري، احنا بقينا الظهر قوي. اديني واحد. ايه ما انت طالع بقى. اديني واحد. وقعت من على السرير. بس اما كان حته حلم. الجعان يحلم بقفة عيش. فكرة متولي. صباح الخير يا شباب. يا ابني مش شاغل بالك وانت نايم، بدل ما تهبط كده. وانا كنت واخد بالي ان انا نايم. يو كمان مفيش ميه؟ خلص اللي جوه، حرام عليك، بقالك اكتر من نص ساعة. هو مين اللي جوه؟ الشيخ حنفي. لا يبقى مفيش فايدة، اروح الجامع انا بقى. لما انت تروح الجامع، انا اروح فين يعني؟ اعلنت اشارات ضبط الوقت التابعة والنصف في القاهرة. صباح الفول يا رجالة. بعد ايه يا زينو؟ بتوسع شوية يا اخي وخف البرميل ده عشان يبقى لنا مكان جنبك. كفاية قوي بقى يا متولي، انا حتى امبارح ما فطرتش ثلاث ترغيفة وطبقين فول. ثلاث ترغيفة وطبقين فول؟ لا 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 ده قليل. وبعدين انت وشك اصفر، لازم تروح لدكتور يديك حاجة تفتح النفس. حلوة. قول لي يا زكا فندي، الجرايد كاتبة ايه النهاردة؟ ما جبتش جرايد، تصوروا الجرايد سعرها يزيد 3 ساغ مرة واحدة. أحسن عشان يرحمونا، يعني يعني هتقرا فيها إيه؟ أنت قلت إيه؟ أحسن عشان يرحمونا، يعني هيقرا فيها إيه؟ معاك حق يا زينب. اللي بيقولوه النهاردة قالوه إمبارح وهيقولوه بكرة. المهم يا متولي ما تتأخرش الأربع اللي جاي. إيه خير يا زكا فندم؟ شوفوا فردوش بنتي. أنت خلفت تاني يا زكا فندم؟ أنت مش هتبطل بنات بقى. يو يا متولي هو بإيدي، أربع بنات والواد مش راضي يجي. خد يا زينب كمل أنت. قبل ما تروح للدكتور كده. طب افرض يا زكا فندي. افرض يعني. بدل ما يجي لك ولد جالك كومي. ابصر بيه. ربنا يسعدك. يلا يا عم نهارك فل. نهارك زي القشطة. سلام. استنى متولى وصلت بالتاكس. تاكسي؟ لا يا عم. أنا أحب أتمشي عشان أهضم الفول. ما تعمل زيي. طب والتاكس؟ امشي قدامه واسحبه وراك. صباحك يا سيمتولي، جيزة بخدمة. بعدين معاكي بقى لو يكون حد فايت تقولوا ايه ماما؟ يا اخويا قولوا اللي يقولوه. هو الحاج سلامة خلص فطاره بالهنا والشفا الحمد لله. هو زمانه بيشرب الشاي يا متولي. متولي استنى يا متولي. استنى بس، انت لسه ما كملتش اكلك يا حاج. نحمده ونشكر فضله. سيمتولي على الباب، خليه يدخل. استنى يا بنت. صباح الخير يا حاج. صباح النور. صباح. اقعد كلك لقمه. الف حمد وشكرا، انا فطرت الحمد لله. أيوة. يا متولي انت عامل دايما تكليف كده يا اخي، اخر ربنا كتير. ربنا يزيدكم كمان وكمان، بس عدم المؤاخذه يعني انا لو ما فطرتش كل يوم على عربيه الفول بتاع الواد مدني بيزعل مني قوي. على رايك يا متولي، واحد نفسه في قدرة فول كده يفطر منها زي زمان. وزي زمان ليه يا حاج؟ احنا فيه. اجيب لك عربية الفول وعليها القدرة واعمل لك حتة طبق فول يستاهل بقى. على رأيك يا زبيدة. يلا بقى صب الشاي اللي متولي، خليه يروح شوف شغله. لا معلش يا حاج، انا هشربه هناك. الله يا واد، اقعد اشرب الشاي، هي الدنيا طارت. طب اجيب لك حتة بسبوسة تحلي بيها بقك. ربنا يحلي ايامك يا ست الكل، بس حقيقي مش قادر اكل. عرفت هتعمل ايه النهارده؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. احنا عندنا كام توب دمور؟ ثلاثة ونص. والبفتة؟ يعني يجي 2 وربع.
هبعت لك 5 دمور و4 بفتة تمشي نفسك بيهم. المفاتيح يا متولي. تسلم ايدك، ربنا يفتحها في وشك دايما يا ست الكل. يا رب. خط سير حضرتك ايه النهارده؟ انا يا سيدي خط سيري هروح شارع السد، هحصل قرشين من الحاج حامد والحاج ابراهيم، وبعدين اطلع على البنك واجي لك المحل. توصل لنا بالسلامه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يفتحها في وشك يا متولي. سي متولي، سي متولي، ايه حكايتك يا صباح؟ وانا كل ما اجي خارج من عندكم البيت تجري ورايا وتنده عليا بصوت واطي، عايزه ايه وبتوطي صوتك ليه؟ يوه يا متولي، خايفه. ايه خايفه من ايه؟ تعالى بس، تعالى تعالى، خايفه الست زبيده تسمعنا. طب وفريدي سمعتنا؟ لا 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 يا متولي، كله الا كده. ايه اصل ده؟ ايه كله الا كده؟ اصل الست زبيده موتها وسمها الحاجات دي. الحاجات دي؟ انهي حاجات دي؟ ما تفسري كلامك يا بنت. الحب يا متولي. حب؟ انهي حب؟ يوه اللي بيني وبينك يا متولي. يخرب بيتك، مين اللي قال ان في بيني وبينك الكلام الفارغ ده؟ اسمعي، اوعي تكوني عايزه ترمي بلاكي عليا. اقسى عليك يا متولي. صباح، بقولك ايه، اصطبحي وقولي يا فتاحي عليم. قلت. طب انا كمان بالاذن. استنى بس يا متولي، ما تبقاش حمقي كده، الكلام اخد وعطى. ايه اخد وعطى دي؟ هي بيع وشروه؟ وبعدين العمال ملطوعين في المحل، تلاقي بوزهم بقى شبرين. السلام عليكم. اعمل ببدالك، بس هتروح مني فين؟ بيت يا صباح. يا اختي ما تتهجي بقى. حاضر حاضر، انا جايه اهو. صباح الخير يا رجاله. صباح الفل يا متولي. يا مؤاخذة تأخرت عليكم. برضه تأخيرة دي قطعة وأنت السادة. ده لو كان بيفطر على حاج ملازة وهاب وسايبنا احنا متلقحين هنا. استبح منك له. بقول لك ايه يا شوقي، انت وعكاشة لو عندكم كلمة لموها جوه بقكم، وانا مش ناقص شيل الحديد يا فندم. حاضر يا فندم. ولا بقول هات لي واحد شاي كوشة. خليهم اتنين. ما شربتوش ليه قبل ما تيجوا؟ يعني ايه يا متولي؟ يعني احنا جايين نشتغل مش نشرب شاي. يلا هم انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه بقى يا زبيده، هو انا رايح اخطب يعني؟ انا نفسي يا حاج الدنيا كلها تحكي وتتحاكى على قبهتك وشياكتك. مش خايفه يعني لو واحده ست حلوه تحط عينيها عليا وتخطفني منك؟ لا يا اخوي، طول ما انت بتحبني مش هخاف ابدا. تسلميلي يا احلى زبيده في الدنيا. مش عايزه حاجه ابعتها لك؟ لا يا حاج، لما عاوز حاجه هكلمك في التليفون. انت هتروح المحل الساعه كام؟ مش مهم اكون موجود عندك متولي، اطلبوا مني اللي انت عايزاه وهو يشيعولك. نبي يا حاج، احنا بنتعب الجدع ده بشكل. متولي ده زي ابني، ده انا مأمنه على بيتي وعلى مالي. حق يا حاج، الجدع ده لا يمكن تلاقي في اخلاصه ابدا. انت عارف انا بدي ايه؟ بدي اجوزه. وهو عايز يعني؟ قالك؟ هو ما قاليش، بس انا شايفه بيكبر والقطر يمكن يفوته. طب يلا يا اخويا، هتتأخر على شغلك وانت كمان القطر يفوتك. فشر، ده انا دايما بوصل في معادي والقطر هو اللي بيستناني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رجب ارك العربيه. تفضل يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا حاج. اهلا يا حاج، نورت. بصراحه بقى اللون ده خايل عليكي، كانه معمول ليك انت بس. طب اقطع لي منه 5 تمتار بس، بحبح ايدك شويه. شويه بس؟ قولي شويتين ثلاثه. انا ليه بركه اللي انتي؟ انا كمان ما برضاش حد يقطع لي القماش غيرك انت يا سي متولي. وانا ليه بركه اللي انتي؟ تسلم يا اخويا. حسين، حسين
ايوه متولي. يطلع 5 متر من دول وبحبح ايدك. من عيني. البنات والفلوس يا حاج. الواد سيد بعت لك الدمور والبفته؟ اه ما احنا شغالين منه من الصبح، هو اللي ناقصنا كام توب مشجر. طيب بعد ما تخلص خد مفتاح مخزن الحلميه وهات منه اللي لازمه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. امال فين سي متولي؟ واموري انا تحت امرك. الله، هو سي متولي مش موجود ولا ايه؟ حتى انت عايزه متولي؟ متولي في زبائن عايزينك. يا اهلا يا اهلا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اتفضلي. ما قلت لك ادع كاش رايح نفسك، الظاهر جينا مش عاجبين. عايزين زيت وخل وشكارة رز وصابون غسيل المواعين. ايوه يا حاج، وصلت بسلامه؟ الف حمد لله على سلامتك. طب احنا عاوزين زيت ازازتين زيت. ايوه من اللي احنا بنجيبه، ما هو الواد متولي عارف. واللهم صل على النبي. خل خل وازازتين خل وشكاره رز وكمان يا بنت وصابون غسيل المواعين وصابون. هات لنا 10 حتت صابون لغسيل المواعين. عايزه حاجه ثانيه يا بنت مني؟ لا خلاص، بس قولي للحاج يقول متولي ما يعوقش، لحسن احنا لحد دلوقتي لسه ما عملناش اي حاجه. طب اتحطي. طيب يا حاج، متشكرين قوي، مع الف سلام. مع السلامه. انا عايزه افهم، يعني هو الواد كان بيعوق قبل كده ولا انت عاوزه تتهمي الجدع وخلاص؟ انا وانا اقدر اقول لمتولي تلت التلاته كام؟ ده كان حتى الحاج يزعل مني. اي والله يا بت، ده روحه فيه، ده بيعامله كانه ابنه، ما هو اللي مربيه. بقول لك يا ستي، مش تجدعني بقى وجيبي حته عيل الحاج عشان يفرح بيه. وبعدين معاك يا بت، انا مش قلت لك 1000 مره ما تجيبيش السيره دي تاني؟ واد يا شاوي. ايوه حاج. خد هذه الطلبات دي من عند شيح البقال عشان توصلهم البيت، متولى هيتاخر النهارده. عناية يا حاج. بنت يا صباح، انت يا بنت يا هبت البرك. نعم يا ست زبيد. ما انت سامعه الباب، ما تروحي تفتحيه. اه ده تلاقي متولي جايب الحاجه. ما انا عارفه ان متولي جايب الحاجه، روحي يا اختي افتحي له زمان وشايل على قلبه. يلا روحي. هلا صباح الفل. امال فين متولي؟ وده وقته صباح؟ طب قولي صباح الخير الاول ودخلني بالحاجات التقيله عليا دي. صباح الخير، ادخل ادخل. عايز الصبوح احط الحاجات دي فين؟ هتطلعها فوق الاول يا الدلعادي وبعدين اقول لك تحطها فين. بقول لك يا صباح، ما بلاش حكايه فوق دي وخلينا تحت شويه. هو ايه اصله ده؟ تكونش عايز ان انا اللي اطلعها وينهد حيلي؟ مش قصدي يا بنت صباح، سلامة حيلك يا جميل. انا قصدي يعني نقف حبه هنا تحت عشان اتكلم معاكي شويه. اسم الله، نتكلم فيه بقى ان شاء الله. ما عنديش كلام اقوله لك، بعدين انا مش فاضيه ورايا شغل. وبعدين الست تقول ايه؟ يلا يا اخويا فوت قدامي. طب اطلعي انت الاول عشان الحاجات تقيله عليا وانا همشي بشويش. أوه. يا ساتر، ده انا حيلي تهد. ما تشيل الحاجه يا بنت عن الجدع وتخيل المرض. وما يدخلهاش هو ليه؟ اشمعنى متولي؟ الجدع بيشيل قد كده مرتين وعمرنا ما سمعنا منه كلمه. يلا يا اخويا فوت قدامي. يلا ماشي يا صباح. لسانها زي الفرقله. على مهلك على مهلك. طب ساعديني، خدي مني. الله يهديك يا شيخ. اقول لك يا بنت صبوح، قلقيش عنك لو اخذ حاجه ساعه باللي بيها ريق اللي انت ناشف فيه ده. انت لسه هتقعد وتتضايف؟ ايه يا صباح، ايه المعامله اللي زي الزفت دي؟ الله، ما تروق الانان يا جميل، مش معنى متولي يعني. بقول لك ايه، وريني عرض التفك. يلا يا اخويا ورايا شغل مش فاضيه لك. يلا ماشي يا صباح. يلا. ماشي شوقي. نعم استهانم. خد دول يا شوقي. من يد من عدمها استهانم. بقول يعني استهانم يلزمش اياته خدمه تانيه؟ لا يا سيدي، متشكرين مع الف سلام. طب بتبص على ايه؟ انت لسه هتقف تبص؟ يلا يا اخويا ورينا عرض كتافك مش فاضيين.
بس وانت خارج بقى في باب السكه وراك. يا بنت صباح ايه دمك فيه ليه النهارده؟ قافله معايا ليه؟ الله الحق اعلان انا شربت الحاجه ودخلتها جوه زي ما قلتي. متشكرين يا اخويا، سعيكم مشكور. يلا يا اخويا ورينا عرض كتافك. يلا يا اخويا. ماشي يا صباح. ماشي يا صباح. ماشي يلا ليك يوم برضه. ماشي تكميله بتقل دمك. انا عارفه الحاج بعت الراجل ده ليه. مشي اهو غار. وحياتك يا ستي تبقى تقولي للحاج ما يبعتش الرزل ده تاني. ده من ساعه ما دخل ما نزلش عينه من عليكي. نعم يا اختي ما نزلش عينه من عليا. طب ادخلي ادخلي يلا شوفي هنطبخ ايه. يلا. ايه خير يا حاج؟ ماشي بقى النهارده كفايه كده تعبان شويه. ايه الف سلامه. تحب اوصلك؟ لا مش الدرجه دي. الكم مشوار اللي عملتهم النهارده هدوا حيلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا حاج. الف سلامه. مع السلامه يا حاج. الله يسلمك. مع الف سلامه يا حاج. في حفظ الله. شوف يا اخويا المحلطه بتاعت الواد. ما انت فاهم ايه يا ابني؟ ده واكل عقله كله. يالا تعرف يالا الواد متولي ده مش واكل عقل الحاج وبس، ده واكل عقل الحاج وعقل الست بتاعته وعقل البنت الشغاله البايصه اللي عندهم اللي اسمها صباح. طب تصدق بايه؟ النهارده بقى الصبح وانا بوصل الحاجه البيت ودنك احسن. الواد حسين يسمعنا وده جدع قفل. طلعت توصل الحاج لحد باب البيت. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. مع الف الف سلامه. ما لزمكش اي حاجه للبيت؟ في امان الله. يا متولي تعال الحاج مروح بدري النهارده. لا ده رايح يقابل واحد زبون. هو تعبان ولا حاجه؟ تعبان ده ايه تف من بقك. الحاج زي الجمل ربنا يخلي لينا، بس جمل ما بيبركش. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اطلع انت يا صباح نازله ورايا ليه؟ انا كنت عايزه اتكلم معاك كلمتين. وبعدين معاك يا بنت الناس انا مش هنخلص من الموال ده. انا خايف الحاج يا ست زبيده يفتكر انه في بيني وبينك حاجه كده ولا كده لا سمح الله. خص عليك يا متولي، انت ليه كلامك معايا دايما واقف كده؟ انت فاكرني ايه؟ رميه جبتتي عليك؟ لا لا سمح الله. انت مش نفسك تاخد اللي تستاهلها وتخليك عايش متهنية؟ يا بنت الناس سبق وقلت لك 100 مرة انا راجل على باب الله ومش قد جواز. حرام عليك اللي بتعمله في ايديا متولي. هو انا مش عاجبك ولا ايه؟ طب ده غيرك يتمنوا الرضا بس. لا اله الا الله. هو الجواز بالعافية؟ يا بنت الناس ابعدي عني وشوفي اللي يتمنوا رضاك. للدرجة دي كريهني يا متولي؟ كل ده عشان بحبك تقوم تبهدلني البهدله دي كلها؟ طب ده المثل بيقول من ردك ريده ومن طلب بعدك زيده. اعملك ايه؟ ما انت مش عايزه تفهميني. بعدين كفايه عياط. طب هات منديلك عشان امسح عيني. اتفضلي. على العموم مع السلامه. بيني وبينك ربنا يا متولي يا ابني عايشه. طب هاتي المنديل. لا خلي معايا عشان لما اعيط امسح بيه دموعي ولا مستخسر فيها حته المنديل كمان. لا يا ستي مش مستخسر، بس عمايلك دي هتخليني احرم اجي البيت ده تاني. تعالى هنا. انت ماشي من غير ما تقولي تصبحي على خير يا صبوحه؟ تصبح على خير. اهو هو ده. انا نفسي افهم يا حاج، انت ليه بعت الواد اللي اسمه شوقي؟ ما بعتش متولي ليه؟ متولي كان بيجيب بضاعه. ليه حصل حاجه؟ انا بصراحه ربنا ما بستريحش للواد اللي اسمه شوقي ده. هو واد رخم ودمه تقيل لكن غلبان. غلبان؟ والغلبان ده بقى مش كده يبقى عينه من كسره ويططي في الارض ما يقعدش يبحلق للستات اللي قدامه؟ قولي لي عمل ايه وانا اقطع لك دبره ودبر اللي خلفوه. البنت صباح بتشتكي منه، بتقول انه كان بيعاكسها بكلام مش كويس كده. معقول يعمل كده ببيتي؟ اهو ده اللي حصل. دي كانت هتتخانق معاه حته الدين خناقه لولا انها خافت من الفضايح. اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. الكلب ده متجوز وعنده كم عيال على راي المثل الا وعامل قناطه. سبحان الله. مع ان متولي مش متجوز
انما والله عمره ما قام عينه فيا الا يكلمني كده يا حاج وهو عينه في الارض. اي أيوة والله محترم. البنت صباح عندنا بقالها يجي سنين اهي عمرها ما شكت منه ابدا. ما انا ما اقدرش ابعت لك متولي كل يوم يقضيلكوا الحاجه وهو شايل المحل على دماغه. ما انا كمان يا حاج اخاف من المشاكل. البنت صباح بنت بنوت وولاد الحرام كتير. خلاص اطمني، الواد شوقي مش هيعتب البيت ده تاني، جاته داهيه في سحنته. ايوه كده. تصبح على خير يا شلبي، انت من اهله. بقول لك ايه، ابقى اتغطى كويس، مش كل شويه تقع من على السرير وتتهبد. بس يا رب كل حلم ينتهي على خير. يا خالتي يعافيكي يا عين خالتك. تو ما افتكرت يا بنت ان ليكي خاله. تلاقيكي جايه في مصلحه، ما انا عارفاكي بالرويه زي امك. هو انت كل ما تشوفيني سمعيني الموشح ده؟ انا اصلي كل ما اقرب لبيتك الاقيكي عامله زار، تقوم جدتي تتلبش اروح راجعه تاني. دستور دستور. اهياني لو تيجي يا بنت وتحضري الحضره اللي انا بعملها وتنزلي دقه الست ميمونه، ساعتها العكوسات بتاعتك كلها تروح وتبقي كده فل الفل. وتاني يوم تاني يوم ده ايه، في نفس اليوم تلاقيه جالك يجري راكع تحت رجليكي قالك شبيكي لبيكي عبدك وملك ايديكي. يا ريت يا خالتي يا ريت يا ريت يا ريت. ده ايه؟ ثم تعالي هنا بقى يا بنت، ما انتش عارفه الجرجريلي اللي اسمها زبيده دي لحد هنا؟ والست زبيده هتيجي هنا تعمل ايه؟ دي ست متهنيه 24 قراط، يا ريت بس اوصل لربع اللي هي فيه. تقدري تقدري يا بنت. شككيها شككيها ان جوزها بيبص لواحده تانيه، ساعتها الغيره ايد فيها نار تشعلل كده، لما تشعلل قولي لها دواكي عندي عندي خالتي جواهر. ده انا لو حلفت لها على الميه تجمد. مش ممكن تصدق، مش ممكن تصدق أبد إن الحاج ممكن يبص لغيرها. بقولك إيه، خليكي في بلوتش، أنا جبتلك اللي قلتلي عليه. هو أنا كنت قلتلك على إيه يا بيت؟ تعالي نشرب قهوة بيضة تعالي. يوه يا خالتي، هو أنا عيلة صغيرة عشان أشرب مية بسكر؟ دستور دستور، اعفو عنها، جهلة وغشيمة وما تعرفش. يا بيتي دي القهوة المزاج العالي بتاعت لسياد، حاجة كده بيضة مية بسكر، وبعدين هتغلطي ما يخرجوكيش من هنا سليمة. يا لهوي يا لهوي، دستور دستور. بقولك ايه، انت هتوقعها بيني وبين لسياد؟ لا بقولك ايه، انا جبتلك ايه، قطره منديل بحاله. شوفي شغلك بقى. انت قلتيلي ام اسمها ايه؟ قله الادب دي، انت بياع ولا مبصبصات؟ انت فاكرني ايه؟ جرايه يا ست، انا جيت جنبك ولا لمستك؟ وتلمسني بتاعي امال الحياه صحيح؟ خلاص يا ست هاني، محقك علينا، هو ما يقصدش، بس هو هزاره تقيل حبتين. ويهزر معايا ليه وانا اعرفه ولا يعرفني؟ طب اهدي بس كده. ايه ايه ايه، اهدي، حصل خير وانا تحت امرك، طلباتك ايه؟ مش عايزه حاجه، والمحل ده انا مش هعتبه تاني. عن اذنك يا استاذ. عجبك كده بقى دي طريقه معامله زباين؟ خلاص بقى يا متولي، لم الموضوع، شوقي ما غلطش، وبعدين لمؤاخذه يعني وبصريح العباره، البيت هي اللي بتتلكك على شوقي. ليه؟ حد ضربها على ايدها؟ البيع والشراء ليه اصول. ايوه، وانت بقى اللي هتعلمني الاصول دي يا متولي، مش كده؟ ايوه، انا اللي مسؤول عن المحل ده ويهمني سمعته. سيبه المره دي يا متولي، هو عارف غلطه. يسيبني ده يا حسين، ثم انت ايش حشرك انت؟ انت مالك انت؟ هو كان يا ابني يقدر يعمل لي حاجه؟ انتوا ناسين ناسين مين متولي ده؟ كمنه يعني بيتحمى في صاحب المحل وشغل له خدامه ومراته؟ طب ربنا
العظيم ورب العظيم ما يخش بطير ورب العظيم اللي بتحصل دي. ده يا حاج شوف الصبي بتاعك عاملين لنا متفرج علينا ليه بقى؟ في ايه يا متولي؟ خلاص خلاص يا حاج هم بس شدوا مع بعض في الكلام شويه وبعدين خلاص. في ايه يا شاوي؟ ابدا هو غلس مع زبونه فاضطر صوتها يعلى يعني. يا سلام يا اخوي ما انت عمال تغلس مع كل الناس اللي بتخش المحل ولا هو حلو ليك انت ولينا احنا وحش يا حاج؟ طب اتفضل يا حبيبي خد حسابك ورينا عرض كتافك. ايه ده؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني مالكش شغل عندي. حقك عليا يا حاج حقك عليا. معلش سامحوا المره دي عشان خاطري لا وراكم لحم لا 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 يا متولي اللي قال لي هذا مالوش شغل عندي هنا بس هو حاسس بغلط يا حاج مش انت غلطان اعتذر يا حاج ايدك يا مزعج انا غلطان لك يا حاج انا غلطان لكم كلكم رجال حقك عليا يا متولي حقك عليا يا اخوي حقك عليا يا حاج والنبي عشان خاطر متولي بس المره دي لكن بعد كده مش هعتقك انا عارفان منك لحد هنا اتفضلوا روحوا شوف شغلكم كل واحد يروح يشوف شغله اتفضلوا تعال معايا متولي انا عايزك مش قلت لك الحاج هيجي في صفه ما صدقتنيش اشرب طيب يا متولي طيب يا متولي يا سعيد انا وانت والزمن طويل ان ما شفيت غليلي منك ما بقاش شوي ده ما تعرفش يا شنبي انا بتعب في الشغل عند الحاج سلامه قد ايه لو انت مش بتاخد اجرتك اجرتي هتعمل ايه في الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده العيشة كل يوم بتولع اكتر واكتر ما هو الحال ده كله يا صاحبي المهم انك تقول الحمد لله وتبوس ايدك وش وضهر ما قلناش حاجه بس الواحد لازم يبص لقدام انا مش فاهم انت بترمي لايه قول يا شلبي الناس الاغنياء بقوا اغنياء ازاي يا اخويا قول لي انت ازاي يا صاحبي دي اراده ربنا وهو اللي بيوزع الارزاق واحنا كل اللي علينا اننا نحمده ونشكر فضله وان شكرتم لازيدنكم الف حمد والف شكر بس اراده ربنا دي بيعمل لها سبب عمرك سمعت عن واحد فقير بات صاحي الصبح لقى الفلوس بتكوم على السرير يا صاحبي الناس بتشقى وبتجتهد وفي الاخر كل واحد بياخد نصيبه وقال على راي المثل اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش يا شلبي ما حدش جري جري الوحوش قدي ولا بيتعب في الشغل قدي وفي النهايه بحصل ايه يعني في سكك تانية نهايتها فل ونغنغة أعوذ بالله لهون انت قصدك ايه لا لا مش اللي في بالك يا صاحبي حد الله ما بيني وبين الحرام لا انا اقصد الحلال مش فاهم يعني افرض يعني لو ربنا رزقك بواحدة غنية متريشة معاها قرشين انت مثلا لو كنت اتجوزت واحدة غنية كان هيبقى ده حالك ما هو اللي ياكل بلاش ما بيشبعش يا متولي وبعدين انا الحمد لله راضي باسمتي ونصيبي والست الغنيه اللي انت بتقول لي عليها دي لو كنت اتجوزتها مش جايز كانت نكدت عليا وزلتني بفلوسها وليه ما كانتش تهنيك وتسعدك ده انت غريب يا شلبي طب هنروح بعيد ليه عندك الست زبيده مرات الحاج سلامه ساعه ما اتجوزها ما كانش حالته حاجه هي اللي كان معاها كل الفلوس وبفلوسها بس بقى الحاج سلامه اكبر تاجر قماش في السوق ايه ده لو انت هتعمل راسك براس الحاج لا ده الحاج سلامه طول عمره مخه كبير قوي يقدر يشغل فلوس مراته ويزودها الطاقة عشرة ما عملش زي الرجاله ولاد الحرام اياهم وقعد يبعزق في فلوسها يمين وشمال لا عمل لنفسه زبون وربى اسم وصيت وكل بيحلف ويتحكى بيه بالك انت لو ربنا رزقني بواحده زي الست زبيده دي شوف اخوك هيعمل ايه ساعتها بقى لا تقول للحاج سلامه ولا الحاج عبد الظاهر الفيومي انت فاكر الزباين اللي بيجوا المحل دول بيجوا عشان خاطر عيون الحاج سلامه؟ لا بيجوا عشان خاطر اخوك كل دول هيبقوا زبايني خصوصا صنف النسوان خلاص يا اخويا شد حيلك وقع لنا واحده متريشه من ياهم وتصدق بايه؟ لا اله الا الله حاصل يعني ما قلتليش الكلام ده كان من سنه البنت كانت ميته فيا ومصره واتفقنا على كل حاجه في الجواز جم اهلها قالوا لها ايه ده؟ الجوز بياع في محل لا عنده فلوس ولا مستقبل شفت بقى ان الحكايه مش سهله زي ما انت عارف ولا على راي المثل ادي مالك للي عنده مال وادي ولدك للي عنده ولاد انا عارف الكلام ده انت فاكر نهبل خلاص يا اخويا بقى خدها من قصيرها وشوف واحده من توبك وقال على راي المثل على قد لحافك مد رجليك بس انا رجلي طويله قوي يا شباب يعني عايز الحاف كبير كبير قوي
تصبح على خير يا شلبي. وانت من اهلي، خد بالك لا تقع من على السرير. يا متولي يا متولي، اصحى يا متولي، اصحى يا متولي. ايه في ايه؟ ناس عايزينك على التليفون. على التليفون؟ هي الساعة كام؟ انت لسه هتسأل؟ معاك يا حاج. يلا ايه؟ صحيت. صباح الخير. الو، مين؟ اهلا. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح النور. ايه؟ ما بتسأليش ليه؟ لا ابدا. طيب امتى وفين؟ متولي، انا امبارح بالليل جسدت النبض تاني مع اهلي، ولقيتهم ان هم مستعدين يوافقوا على جوازنا. معقول اهلك وافقوا انك تتجوزي واحد زيي؟ لا، ما انت ما تعرفش انا عملت ايه. انا هددتهم اني هموت نفسي، ووريتهم ازازه التم اللي انا كنت شايلها معايا. عمي قال خلاص، المهم ان يرفع قيمتك في وسط الناس. يعني ايه؟ مش فاهم. هو انا ماليش قيمه؟ لا يا حبيبي، يا حبيبي الدنيا مظاهر. بص، انا قلت لهم اني مستعده اشتري لك محل، يعني مش هتبقى بياع. اكيد انا بحلم. اقرصيني عشان اعرف انا صاحي ولا نايم. يا حبيبي انا مش قلت لك اني مش هقدر استغنى عنك ابدا. بص، من بكره تنزل تدور لك على اي محل، تشوف انت عايز تتاجر في ايه. انا ماليش غير تجاره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب، انت على السلم يا فقيله. حمل على الباب، حمل على الباب. ايوه ارفع باليمين شويه كده يا متولي، كده يا راجل يا دون. ايه في ايه يا صباح؟ ثم ايه التكرمه دي؟ يعني مش عارف في ايه. هي دي اخرتها يا متولي، تخلى بيها وتروح تتجوز واحده غيري. ولا كان في بيني وبينك ايه؟ انا كنت عشمتك بحاجه وجريك ورايا ده كان عشان ايه؟ انا كنت بجري وراك، انت لازم كنت بتحلمي. انت جايه ترمي بلاويكي عليا؟ انا يا راجل يا ناقص. يا بنت الناس، انا قلت لك 100 مره قبل كده انا ما انفعكيش. فقير يتجوز فقيره هيخلفوا شحاتين. انت زيي، انت عايزه اللي يشدك من الفقر اللي انت غرقانه فيه ويرفعك لفوق، يعيشك في العز والنعيم والقبه، وتبقي ست هانم مش عدم المؤاخذه خدامه. صدقيني الكلام اللي بقوله لك ده عشان مصلحتك. على قد ما كلامك شديد وقاسي، لكن محدش يقدر يقول انه غلط يا متولي. خلاص، حطي حلقه في ودانك وشوفي حالك. معك حق. لا لا لا، مش بتوصلها كده، وصلها كويس. من يمين شويه، خدها يمين شويه. لا زودتها، ارجع الشمال. لا لا، حاسب طوح احسن يبقى فال وحش. تاني يا متولي. لا، لازم اغطي نفسي كويس بعد كده. بيت يا صباح، انت يا بيت هتفتحي المتولي يا بيت؟ الله، حاضر، رايحه اهو، وانا هقطع نفسي. خير ابدا؟ دايما ظالمني كده يا متولي، ده مفيش حد في الدنيا يتمنى لك الخير قدي. عايزه مني ايه تاني؟ عايزه مني ايه تاني؟ انت حتى مش سايباني في منامي وكاتمه على انفاسي. بالذمه؟ اه، حتى ما قدرتش اتهنى في الحلم. بركاتك يا خالتي. بتقولي ايه يا بت؟ دلوقتي تهدى وتروق ونبقى سمنا على عسل.
انا وانت نبقى عسل. مش عارف اقول لك ايه عشان تفهميني. جوازه مش هتجوز، هو الجواز بالعافيه. لا مش بالعافيه، بالمفهوميه يا سمي تولي. هي كلها طلعت شمس، وهتيجي حد عندي تطلبني لنفسك وتترجاني، وساعتها بقى هبقى افكر كده. طيب مال انت ليه مش عايز تتجوز لحد دلوقتي؟ مع انك بتعرف ربنا كويس، ليه مش عايز تكمل نص دينك؟ انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا داخل في 36. لا كتير قوي، اللي زيك متجوزين وعيالهم ماشيين جنبهم. ولا انت يعني لا سمح الله في حاجه؟ حاجه ايه يا حاج؟ حاجه يعني تمنعك من الجواز؟ أعوذ بالله يا حاج، لا أنا شخص سليم. لا مفيش حاجة من اللي في دماغ حضرتك دي. أمال ممانع ليه لحد دلوقتي؟ أنا مش ممانع، أنا نفسي أتجوز النهاردة قبل بكرة. محدش محتاج الجواز قد يا حاج، ما أنت عارف أنا عايش وحداني ومتلطم. ما إحنا بنقول الكلام ده. أيوه بس مش الأول ألاقي اللي توافقني يا حاج. على العموم اختار أنت العروسة اللي تناسبك ومالكش دعوة بالباقي. ربنا يخليك ليا يا حاج. أنا عايز لك زوجة تصونك، أنا بخاف عليك يا واد. ادي انت شايف زبائننا هنا في المحل كلهم صنف الحريم، فيهم اللي عينيهم زيغه وفيهم اللي عينيها تندب فيها رصاص. شفتني من يوم ما كنت هنا في المحل رفعت عيني في وش واحده ست؟ الحمد لله ربنا يكفينا شرهم. انت يا حاج ربنا يكفيك شر اي حاجه وحشه. ده انت معاك ست زبيده. تعرف ست زبيده دي ايه؟ دي ست الستات. خلاص اختار لك واحده تملى عينيك وتحفظك من الحرام. باذن الله يا حاج انا خلاص هفكر في كلامك. انت لسه هتفكر يا ابني؟ الايام بتجري ويوم ورا يوم ورا يوم، هتلاقي نفسك كبرت خلاص. اذا كنت واثق فيا سيبني انا اختار لك عروسة بمعرفتي، وان شاء الله هتعجبك وهتبقى راضي عنها. لا اكراها في الدين ولا اكراها في الجواز. ربنا يقدم لي في الخير. عن اذنك يا حاج. على السلامة. ربنا يهديك يا متولي. انما اقول يا متولي، ايه انت بتقعد يا اخويا تتودود مع الحاج واحنا بنتغدى؟ بتقولوا ايه ده كله؟ وانت عايز تعرف ايه عكاشه؟ ما تخليك في حالك احسن. بصراحه ادي عكاشه، انا سمعت الحاج جايب له سيره الجواز كذا مره. حقيقي انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه يا متولي؟ وبعدين معاك انت اهو. هو الحاج جايب لك عروسه؟ ليه؟ انا عايز يجوزوا البنت الصباح اللي بتشتغل عندهم، بصراحه لايقه عليه قوي. انا مش فاهم هو الحاج واخدك في عيبه كده ليه؟ ما احنا صبيان وزينا زيك. كمان عاوز يجوزك بمعرفته. ما تفوتها سيرة انت وهو. خلاص يا فرج. جاهز يا ريس. يلا اخويا، يلا اخويا انت وهو، يلا الفراخ نامت، يلا عشان تيجوا تشغلوكوا بدري. ولا يهمك هذا عكاشة، انا وطت له حته حمص هيطلع من نفوخه. هتعمل ايه يعني؟ فاكر ياد البت اللي بتيجي المحل وما بترضاش حد يبقى لها غيره؟ يا عم افتكر مين ولا مين؟ البنات اللي بيجي له كتير. ياد البت الحلوه المايسه دي ومشاعر اصفر وعيون زرقاء. ايوه افتكرتها. مالها دي؟ اهو كل يوم على الحال ده، اقعد اعيد وازيد معاه في الكلام مفيش فايده. الواد زي ما يكون هايب الجواز. يمكن يا حاج بيحب واحده ومش قادر يتجوز. لا من ناحيه دي اطمني، ده انا لساني غلب معاه. على العموم انا مستعد اكفل بالجوازه دي لغايه ما يدخل على عروسته. يا حاج هو الجواز كله مصاريف؟ ما المفروض ان هو كده يبقى هيبه وقيمه وسيمه عشان يملى عين عروسته واهلها. وانا يعني لما اتجوزتك كان ليا ايه ما زبيده؟ ده انا كنت حيالله لا رحت ولا جيت. ايوه يا حاج، بس الحب بقى، الحب يا حاج ما بيفرقش بين غني وفقير ولا نسيت. انسى انسى ازاي بس؟ ما انا لسه غرقان في الحب. هو في حد في الدنيا اتهنى زي يا زبدتي؟ بس الواد متولي ده في سر مخبي عليا. هيكون سر ايه بس يا حاج؟ سر مش قادر يفتحني فيه او يفتحه قدامي. والله انا خايفه لا يكون لايف على واحده متجوزه يا اخويا، وعشان كده مش عاوز يتجوز. لا يا زبيده، الواد متولي مش بالصنف ده، عمر ما حد شافه مع واحده ست. الواد مراعي ربنا كويس.
مش انا دايما اقول لك يا حاج انه غير اللي عندك كلهم، وخصوصا الواد المعفن اللي اسمه شوقي ده. يا ساتر على تقل دمه ورزلته. الواد ده لو ما كانش عندكم عيال انا كنت كرشته. اي والله يا حاج عندك حق، ده رزل دستور. عملت له كل الوسطين عليه، دلقت له الميه وشبشبت له، مفيش فايده. على راي اللي قال اللي ما يجي وباله مشروع طريق السلامه من هنا ويروح. يا بنت يا عبيطه، هو بس اللي نجمه تقيل ما بيقعش بسهوله. يا مصيبتي، ما ده لا يكون واحده من تحت بطن الارض عشقاه. دستور حبس حابس. ده ايه البخت ده، ما لقيتش غيره من دون الرجاله. ولا همك ولا همك يا بنت اختي، هديكي حاجه تحطها له في الاكل، تنزل طوالي على معدته، ساعتها بقى ولا الجن الازرق يبعدك عن قلبه يا بنت. حقيقي يا خالتي؟ الا حقيقي، ساعتها هتقولي خالتي خدمتني بحق وحقيقي. ان شاء الله يتمر فيكي يا بنت اختي. بقى يا بنت مش عارفه توقعي بين الحاج ومراته. قطيعه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.